السلام عليكم نسمة، مرحبا بك نتاع كوزينة. نعرف نهار ان شاء الله عزو داك نيت سيكنو الطريقه زي غير بوتيتوس عزو غا بوتيتوس بطاطا نو فارا بطاطا يمون شرائح دوك فارا انا كنت سيكنو لا روسات مش سايكل. المهم كنت كيدي ما حدث تقريبا 200 تقريبا شنا 100 غرام بطاطا وين بطاطا على حسب شحال بنادم يعزو الطاسني يقدروا سي خفاني تاتا مزيان مروعك نبوت ليها مزيان ولا تشين بطاطا عادي تنيها مقران. المهم غالي شنا 100 غرام غالي جس زيش الزيتون غالي ثاني تثم جحت مرغا كنت ثم جحت الخشن ثاني تيقدان عاد حسن مروا لوب ولا تستعمل تنوني غالي ثاني تي كوري مروا غا كنت بو كوري بودا تيسين الخرقوم غالي ثاني تا تشميان الزعتر وجي الزعتر البري الزعتر نورمال واني تانيت غالي ثاني تنيورا المهم زيتون الزيتون تمجاه تني قدام الكوري ذا تشوميان ذا نيورا صافي انا سنت مو بطاطا تنقص ديال الوسط بطاطا سياب تاع درامي سياب مره مو سوقشو كلشي سياب سياب مليح تخص زيت مره شادني تو غادي يسرسخ نروحو تقصغا مو في الوسط المهم مريو وغادي نبو بطاطا مزيان بوداتي كنت نيها مقرات لكن حاول انت تقص انت مو تمزيان عاد نقص خابع يا مو يعني جنت بطاطا تقص خابعة الحجم اللي تقصه تورنت أمون رخون أنك ثم جحت أنا حاي ثم جحت أمون بني تدي إني شن حاجة شن إينا خوان الكفنين يشتغل جشتا مطم قرانة الزعتر كان جشتا مقرانة النيورة يعني ما تقريبا اثنين طنجين تمزيانين كان جشتا مقرانة اثنين طنجين تمزيانين رخون كوري حتى تقريبا تقريبا اثنين طنجين تمقرانين كخني طنجين عاد تم قرانين الزيت من الزيتون لهنا ثلاثة يا منيقة نعود فيها طنجين تم قرانين خذ حرشة من أي مارة تونا تمو شوف قرأي وانا اي بطاطا يا مو شو زي حرشة مارة بطاطا تورنت همو رخوة تسي فوق فارة يحمق 220 من 200 ل 220 غراد عدن جمني شن 20 ار 25 مينوت وصلنا مش هذا حدا جمني 20 مينوت ار 25 مينوت تريد كمير نسبوك هنا ونتحاول نسبوك تحامل ما حد مش توات قاعد في المغني ما حدا تون مارك الجمعة أمون بطاطا وتقشعشة بطاطا جيغت سوق شعر خصتني تتسلل ما حقيقة البوتيتوس ما مش تفو تفلان تمون رخون اتقدمه شوف كيف هنا مو نرى التفصيل عشان حاجة
تفرد ها ثم يا داخل ماشي انت تقاقص غبارة.